شكرا يا باشا. شكرا يا باشا. احنا مساء الخير على حضراتكم، يعني احنا بنتشرف دايما بوجودنا مع حضراتكم دايما يعني، ودايما كده بنكرر الشكر موصول للدكتور علاء درويش والدكتور محمد عبد الرحمن ان حضراتكم سمحتونا بالفرصه ان احنا نبقى دايما موجودين مع حضراتكم ونسمع العلم بالحجم ده يعني، فميني ثانكس دايما لحضراتكم. انا بريف سريع طبعا على برودكت مهم جدا من البورتفوليو بتاعنا اللي هو الراميكسول بيشنت الباركنسون. احنا زي ما حضراتكم عارفين الميكانيزم اوف اكشن هو ستيمولييت الدوبامين ريسبتور في الاستريتيوم، فبالتالي بيعمل الليفيتنج للسيمبتومز في الباركنسون ديزيز. لو جينا اتكلمنا على الفارماكوكاينيتكس بتاعت الراميكسول، الابزوربشن بتاعه اكتر من البايو افيلابيلتي بتاعت الراميكسول اكتر من 90%، هو رابيدلي ابزوربت وبيوصل للبيك كونسنتريشن في تقريبا في 2 اورز. لو جينا اتكلمنا على الديستريبيوشن هو اكستنسفلي ديستريبيوتد، وستي هاف بتكون 8 ساعات مع اليانج بيشن و12 ساعه في الالدري بيشن. لو جينا اتكلمنا على الميتابوليزم والاكسكريشن هو اكسكريتد في اليورين اكتر من 90% ريكفرد في اليورين، مع ان احنا لو بيشنت هو في حاله الرينال امبيرمنت بيشنت احنا بنبقى محتاجين اللي هو اللور 75% لور امبيشن مع اللي هي لو سيفير رينال امبيرمنت، او 60% امبيشنت ويز اللي هي مودريت امبيرمنت. احنا طبعا بلو ستارتنج ولغايه ما بنوصل للريكومندد دوز مع البيشنت دول بنوصل لغايه المينتننس دوز طبعا، مع ان احنا بنعلى جرادولي. الانديكيشن اوف الراميكسول هو في حالات من الايرلي المودريت باركنسون ديزيز، هو بيستخدم از مونو ثيرابي برودكت بيديني سيجنيفيكانت امبروفمنت طبعا في السيمبتومز للباركنسون ديزيز. في حاله الادفانسد باركنسون ديزيز هو بيبقى از ادجوفانت ثيرابي مع الليفودوبا، وطبعا ده بيساعدني كتير ان احنا بنقلل مشاكل بتاعه الليفودوبا الكتيره زي الديسكاينيزيا والرينج اوف، طبعا ده بيساعدنا ان احنا بنقلل كل المشاكل دي وبنتجنبها. الدوز بتاعت الراميكسول احنا بنبدا دوز بعد كده بنزيد جرادولي، بنستارت بال 37 من 100 مللي جرام بير داي، بنديها ثلاث مرات في اليوم، وطبعا بنزود كل اسبوع لغايه ما بنوصل للماكسيمم دوز 4.5 مللي جرام بير داي. بس احنا المينتيننس دوز بتاعت الراميكسول هي بتكون 3 مللي جرام بير داي. لو جينا اتكلمنا على الفوائد ان احنا زي ما قلنا لحضرتك ان احنا بيداف مع الكومباينيشن مع الليفودوبا، ده بيخلي لنا على اللونج تيرم ان احنا بنقلل جرعه الليفودوبا بنوصل لغايه 30%، على العكس لو البيشن بياخد ليفودوبا لوحده فبنضطر كل شويه بنرفع الليفودوبا، لا مجرد ما بنضيف الراميكسول احنا بنقلل جرعه الليفودوبا لغايه ما بنوصل ل 30% منه. طبعا ان هو مش ريكومنت لحد ان احنا يفضل لفتره طويله، بس لما بنيجي نوقف بناخد برضو تايتريتد كل اسبوع. لو في مشاكل بيشنت مثلا حصل وان هو اخد اوفر دوز، احنا معانا لغايه ما بيحصلش ادفيرس ايفنتس لغايه 11 مللي جرام بير داي لمده يومين. ممكن بعض المشاكل زي البالس ريت هو اللي ممكن يزيد من 100 ل 120 بيتس بير مينيت. دي شكل العلب بتاعتنا الراميكسول الربع والواحد، وده الدوز. لو احنا بنبدا هنستارت بالربع بنبدا بنص قرص ثلاث مرات في اليوم، بعد كده بيتيتريت بعد اسبوع لغايه ما بناخد قرص كامل، وبنفضل عليه بعد كده في الاسبوع الرابع بنزود قرص ثاني لغايه ما بنبدا بعد كده ان احنا ندخل الواحد لغايه ما بنوصل 3 مللي جرام بير داي اللي هو ثلاث اقراص من التركيز الواحد مللي جرام. احنا عندنا التركيزين الربع والواحد هما الاثنين سكورد تابلت. الباكج الربع هي 30 تابلت ب 33 جنيه، الواحد 30 تابلت جنيه. واحنا ان شاء الله يعني بعد القرار اللي هو قانون هيئه الشراء الموحد على مستوى الجمهوريه كل المستشفيات، فاحنا الحمد لله احنا الراميكسول داخل في المناقصه وزاره الصحه ومناقصه الجيش، فهنبدا ان شاء الله هنورده في المستشفى الجامعه يعني، وبحيث البيشن بتاع حضراتكم يقدر يستفيد منه في مستشفى الجامعه، ويقدر يستفيد منه برضه لو هو بيصرف من اي صيدليات، هو الحمد لله متوفر في كل الصيدليات. طبعا انا بشكر حضراتكم جدا يعني لحضراتكم سمحتوا لي بالوقت ده، ودايما بكرر الشكر لحضراتكم والدكتور علاء والدكتور محمد ان حضراتكم ان انا مبسوط دايما موجود دايما مع حضراتكم يعني. دكتور علاء حضرتك تقدر تتفضل دلوقتي يا دكتور. شكرا يا مينا. شكرا. العفو يا دكتور علاء، اتفضل.
اعتقد الناس كلها شايفة ال تمام يا دكتور. تمام، الصوت واضح كده يا مينا؟ والصوت تمام خالص يا دكتور، صوت وصورة. طيب لا الصورة لا يا مينا. السكرين قصدي يا دكتور يعني. حبيبي يا دكتور. السلام عليكم ومساء الخير عليكم كلكم. بنرحب بيكم ونكمل الموضوع بتاع الديسكريبتيف سايكوباثولوجي. طبعا احنا ابتدينا الجزء الاولاني وهي اجزاء كتير، انا مش هسميها اجزاء، انا هسميها محاضرات. وبسرعه كده احنا اتفقنا على الكونسبتس بتاع الديسكريبتيف سايكوباثولوجي وكان اكسبلاناتري سايكوباثولوجي، وعرفنا ان الديسكريبتيف سايكوباثولوجي هيهتم قوي بوصف الظواهر والملاحظات السلوكية على المريض. كنا ابتدينا في البرسيبشن وعرفنا الحاجات بتاعته سواء النورمال أو الابنورماليتي بتاع البرسيبشن. النهاردة هناخد موضوع الكونشسنس اند كوجنيشن. الحاجات الصعبة في السيكاتري هو الديفينيشن اوف نورمال. يعني لما تيجي تسأل واحد كده تقول له يعني ايه نورمال، الحاجة دي نورمال، نلاقي فيه صعوبة شديدة ان احنا نوصف، لدرجة ان احنا هنشوف واحنا بنوصف الكونشسنس هيساعدنا الانكونشسنس. يعني لما نيجي نقول الكونشسنس يعني ايه، هنلاقي نفسنا واحنا بنقول الانكونشسنس يبقى ايه. في عندنا كل شوية يعني شوية علماء يوصفوا الكونشسنس. فالفيش سنة 67 عرف الكونشسنس انه الستيت اوف اويرنس اوف ذا سيلف اند انفايرمنت، يعني ان انا ابقى واعي بنفسي والبيئه من حولي. بعدين سنه 80 سكارفتر وصف الكونشسنس ان از تو بي كونشس تو نو اباوت اون سيلف اند ذا وورلد. تقريبا هو نفس المفهوم ولكن بالفاظ مختلفه، ان انا ابقى واعي بنفسي والعالم الخارجي. برضو سنة 94 سيرل وصف الكونشسنس simply means those subjective state of sentences and awareness، الوعي بحالتي الشخصية وإن أنا لو goes to sleep at night or fall into coma يبقى ده ال unconsciousness، أو die أو otherwise become as one say unconscious. يبقى ما هو مقابل او مضاد للكونشسنس؟ ان انا اقع في كوما او ان انا اكون نايم او اموت، يبقى بيسميه الانكونشسنس. ما دون ذلك اسمه كونشسنس. كونشسنس از كاركترايزد باي سبجكتيف نيتشر اند برايفسي، دي حاجه خبره ذاتيه وخاصه جدا وليها صفات متفرد فيها. Finally, our consciousness experience is unified into a whole and not given to us in fragment or unintegrated parts. إحنا الوعي بتاعنا بيبقى حاجة شاملة وكاملة وليست ومتوحدة وليست أجزاء متقطعة. يبقى التعريفات بتاع consciousness ببساطة شديدة جدا awareness of the self and the environment. تقريبا كل الديفينيشنز دي بتصب في وعي بذاتي والبيئه من حولي. طيب احنا بس علشان نفهم الكونشسنس والانكونشسنس كان في شويه في رسمه وهنشوفها، هي شكلها ظريف بس لما نوصل لها تبقى ظريفه جدا. انكونشس اللاوعي او ان انا اكون غير واعي مين something that is not an inner existence، حاجة ما هيش داخلية، أنا ما أقدرش أقول إن أنا وأنا من جوايا أنا في اللاوعي and doesn't occur as experience، وليست خبرة. يعني الواحد ما أقدرش أقول إيه أنا فاكر وأنا في الانكونشسنس حصل لي كذا كذا كذا، ما ينفعش. يعني لا هي خبرة داخلية ولا الواحد يقدر بعد ما يقوم من الكونشسنس يقول أنا فاكر وأنا في الانكونشسنس كان عندي كذا كذا كذا. Something that is not thought of as an object and has gone unregarded، ما هيش حاجة كده ظهرت واختفت كده من غير ما اخد بالي منها. Thirdly, it is something which hasn't reached any knowledge of itself، يعني ما اقدرش اقول ان انا في مع انا مدرك وواعي ب ب بحاجة انا ما وصلت لهاش. يبقى ببساطة ال unconsciousness خبرة، لا ما هيش خبرة، ما اقدرش اقول وانا في الانكونشسنس كنت واخد بالي من كذا كذا كذا.
ولا انا اقدر اقول ان حاجه داخليه كانت موجوده جوايا لانها حاجه انا مش واعي بيها. في البراكتس بقى نبص نلاقي انا ممكن افكر في الكونشسنس كظاهره في ثلاث طرق. تعال بس نبص كده، احنا هنقول الرسمه دي هنوصل لها، ادي واحده اسم النورمال كونشسنس. لو بصيت على النورمال كونشسنس على انه اتاثر بحاجه اورجانيك برين ديزيز، هيبقى النورمال كونشسنس كونتينوم، اوله النورمال كونشسنس واخره ايه؟ الكوما والديس. اللي يبقى مفهوم الانكونشسنس يبقى ايه؟ كلاودنس اوف كونشسنس، دراوزنس، ستوبر، كوما اند ديس. ده لو انا بصيت على النورمال كونشسنس من الزاويه دي، ان في الاول خالص انا نورمال كونشس، لو حصل اورجانيك برين ديزيز يبقى هيعمل ديكريز للنورمال كونشسنس، كلاودنس، دراوزنس، ستوبر، اب تو كوما. تعالى بقى نقول ال 3 كويت ديفرنت ويز اللي انا هفكر فيها. دي واحده اللي احنا قلناها، دي واحده اللي بيرسون سفرنج فروم سيريس برين ديزيز مي بي انكونشس. في الحاله دي الكونشسنس هيعتبر حاجه خط مستمر، في اوله بنسميه نورمال ستيت اوف كونشسنس وفي اخره الديس ات اذر. احنا فاكرين زمان اول ما قلنا ان في بعض الظواهر اللي بيفسروها السايكولوجيست بيقولوا ان في بعض الظواهر تعتبر نورمال فاريشن في الاكستريم بتاعها اب نورمال، والسايكاتريست بيقولوا لا في بعضها تو بيزار ان انا اقول ان ليها نظير في النورمال. دول اللي هم التو كونسبتس اللي بيحكموني وانا بوصف المينتال فينومينز. طب لو بصيت بقى للانكونشسنس على انه السليب، واحد نايم يعتبر في الانكونشسنس، يبقى برضو هبص على الكونشسنس على انه كونتينيوم، في اوله فول ويكفولنس اند في اخره الديب سليب. يبقى الكونشسنس والانكونشسنس في هذا المفهوم اللي هو اوله فولي كونشس فولي ويكفولنس وفي اخره الديب سليب. طيب لو بصيت بقى للكونشسنس والانكونشسنس، في حاجه اسمها alertness. في الهيلثي بيرسون اوير اونلي اوف سيرتن بارت اوف هيز انفايرمنت سواء اكسترنال او انترنال. يعني شوف الكلام ده يعني ايه؟ يعني ان الشخص السوي بيبقى alert لبعض الاشياء في البيئه الخارجيه او البيئه الداخليه. يعني ايه؟ يعني واحنا قاعدين هنا مثلا والواحد قاعد، في حاجات انا واعي بيها في البيئة الخارجية من حولي، زي الأصوات القريبة مني، زي المحتوى الغرفة اللي أنا فيها، زي الأساس. وفي حاجات في البيئة الداخلية زي مثلا أبقى سامع شوية كده صوت الأمعاء ولا صوت أفكار معينة في دماغي. طب ما في حاجات تانية موجودة، الحاجات التانية اللي موجودة زي ما هو خارج الغرفة أو الأصوات دقات قلبي أو أصوات الأمعاء أو أفكار اللي أنا مش باينة لي دلوقتي تعتبر في الأنكونشس. يبقى لو أنا بصيت على الكونشسنس والأنكونشسنس، إن الواحد لو عنده برين ديزيز في أوله كونشسنس وحصل ديستربنس للكونشسنس وانتهى بالديس، يبقى ده مفهوم الكونشسنس والانكونشسنس. لو واحد اعتبرنا ان النايم اللي في ديب سليب ده انكونشس، فيبقى الفول ويكفولنس موجود في بدايه الكونشسنس على وفي اخره في الديب سليب الانكونشسنس. ولو افترضنا ان انا اليرت واعي ببعض الحاجات اللي موجوده حواليا سواء اكسترنال او انترنال، وباقي الحاجات انا مش واعي بيها، يبقى بنسمي في بدايه الفول alertness ده اللي اسمه consciousness، ولما الحاجات اللي انا مش شايفها يبقى انا unconscious ليها. There is also continuum here from full vigilance directed towards the immediate object اللي هو احنا اللي حواليا to الحاجات التوتال ان اويرنس للحاجات اللي انا مش شايفها. يبقى ادي الثلاثه كونسبتس اللي هي في الرسمه دي، بس هنقولها يعني اهي
النورمال كونشسنس. لو حصل اورجانيك امبيرمنت يعني برين ديزيز هيبقى في نهايته الديس، يبقى ده النورمال كونشسنس وده الانكونشسنس. في هذا المفهوم كلاودنس دراوزنس ستوبر اند ستيجز اوف كوما، يبقى ده الكونسبت بتاع نورمال كونشسنس والانكونشسنس. لو بصينا للسليب بقى على انه الانكونشسنس، يبقى في الحاله دي النورمال سليب الفولي كونشسنس بيبقى الوكفولنس. لما يقل الوكفولنس والستيجز اوف سليبس يبقى داخلين في الانكونشسنس. لو انا اتنتف والرت لبعض الحاجات اللي حواليا، ها، يبقى عندي بنسميه كونشسنس، والحاجات اللي انا انكونشس ليها في الانكونشسنس. في حته بقى في النص يقول لك البري كونشسنس. ايه بقى حكايه البري كونشسنس ده؟ تعالوا بس ايه، يبقى الكونشسنس انا واعي ببعض الحاجات اللي انا في البيئه الخارجيه والبيئه الداخليه، وما دون ذلك اسمه في الانكونشسنس. لكن في مسافه بين الانكونشسنس والبري والكونشسنس اسمها البري كونشسنس. تعالوا نشوف بقى البري كونشسنس حكايته ايه. لو انا بصيت للكونشسنس يبقى انا واعي بصم ايتمز اللي موجوده فين، اللي موجوده في البيئه من حولي، اقدر اعمل لها ميمورايزيشن. بيعتبروهم الحاجات اللي انا واعي والرت بيها في الكونشسنس حوالي 7، وده بنختبرها بال7 ديجيت اللي هو الارقام السبعه اللي احنا بنسال بيها العيان. طيب وما دون ذلك في معلومات كتيره جدا متخزنه فين؟ مش في الانكونشسنس، متخزنه في البري كونشس. يبقى ادي اول وظيفه من وظائف البري كونشسنس اللي هو الحاجات اللي انا مش مدركها او مش alert ليها مباشره وما اقدرش اعمل لها ميمورايزيشن مباشره، يبقى اسمها في البري كونشس. طيب if a stimulus is ambiguous، لو انا مثير خارجي كده غامض شويه، الكونشسنس يعمل ايه؟ يعمل انتربريتيشن لبوسيبيليتي واحده في وقت واحد، يعني الوقت الواحد احط بوسيبيليتي واحده في الكونشسنس. لكن هذا الامبيجوس ستيمولس اللي موجود في البري كونشسنس يبقى يعمل اقدر اعمل ازاي؟ اقدر اعمل مالتيبل مينينجز ليه، وبعدين اللي هسمح له يطلع من البري كونشسنس للكونشسنس حاجه واحده بس. يبقى البري كونشسنس ده بيخزن حاجات كتيره، وفي نفس الوقت بيوجد معاني كثيره للامبيجوس ستيمولس. وبعدين في الكونشسنس انا ما اقدرش اعمل غير حاجه واحده، ات ا تايم انا ما اقدرش اعمل غير حاجه واحده بس. لكن في البري كونشسنس بعمل شويه مهارات واعمال متوازيه مع بعضها. طب اهميه بقى البري كونشسنس مشكلته ايه بقى؟ دي حاجه ديس ادفانتج، يعني احنا الحاجات اللي قبل كده ده هنلاقيها ادفانتج، ان انا اقدر اعمل حاجه اكتر من في نفس الوقت، وان انا اقدر ان انا اعمل اوجد اكتر من تفسير للحاجه في نفس الوقت، وان انا اقدر اخزن اكتر من 7 ديجيت في نفس الوقت. دي كل هذه مميزات، ولكن عيب بقى البري كونشسنس انه اوتوماتيك مش تحت سيطرته. ازاي بقى عشان كده بيبقى مش فليكسبل وما هوش استراتيجي. تعالوا بس نعرف فائده البري كونشسنس او مدار البري كونشسنس في الباثولوجي بتاعنا في السيكاتري. يعني ايه اوتوماتيك؟ يعني مثلا احنا بناخد امثله في العلاج الكوجنيتيف ثينكينج الكوجنيتيف سي بي تي، بنقول له تعالى على الاوتوماتيك ثوتس دي ونصلحها. تعال واحد مثلا بيقول بينه وبين نفسه، علشان اوتوماتيك ثينكينج بتاعه، لو انا قعدت في قاعده وما بقتش ملفت، او الناس كلها ما التفتتش ليا، والناس كلها ما اتكلمتش معايا، وان انا ما بقتش طول الوقت انا اللي بتكلم، اوتوماتيكالي يبقى انا السيلف استيم بتاعه قليل، او ان الناس دي بتكره. ده اوتوماتيك. في البري كونشسنس بتاع العيان ده مجرد ما بيقعد مع ناس
وما يحصلش الشروط اللي هو قايلها العمليه بتاعت بما ان اذا يبقى في النهايه الناس دي ما بتحبنيش، يوصل لها اوتوماتيك مين بقى اللي بيعمل العمله السوداء دي؟ البري كونشسنس. يبقى من ضمن الحاجات المميزات بتاعت البري كونشسنس انه بيعمل حاجات في اكتر كتيره في اكتر من وقت، وانه يقدر يوجد معاني للاشياء في وقت واحد اكثر من معنى، وانه يقدر يخزن اكتر من 7 ديجيت في الوقت الواحد، ولكنه بيشتغل اوتوماتيك. هو ده اللي بيبقى احيانا بنشوفه في السايكاتريك ديس اوردرز، ان اوتوماتيك بيوصل المريض الى اللو سيلف استيم والنيجاتيف ثوتس اللي بيشتغل بيها، ودي اللي انا بحاول ان انا اصلحها في السي بي تي. هي دي بقى الثلاث محاور اللي انا ممكن اقول نورمال كونشسنس، ده انكونشسنس في الاورجانيك، نورمال سليب نورمال ويتفولنس يبقى كونشسنس، والديب سليب في الانكونشسنس. انا اوير ببعض الاشياء يبقى كونشسنس، وان اوير ببعض الاشياء الاخرى يبقى الحاجات اللي انا مش اوير بيها في يبقى انا انكونشسنس، ولكن البري كونشسنس بيبقى اوير بيها وبيقدر يشتغل. الحاجه اللي بقى المهمه بقى في تبع لكل الكلام ده اللي كاننا هنتكلم بتفاصيل اكثر، الكونشسنس ليه دايمنشنز. كونشسنس الزن بالاول في الاخر خالص اويرنس اوف ذا اكسبيرينس، والمهم بقى اويرنس اوف ذا اوبجكت. يبقى احنا اتفقنا اوف ذا اوبجكت الانفايرمنت بتاعتي والسيلف، يبقى لازم ابقى اوير من الاوبجكتس والسيلف ريفلكشن. طب يعني اويرنس اوف ذا اوبجكتس ده مهم جدا، وكمان دي حاجه مهمه جدا قوي ان انا ابقى اوير بوان سيلف از ان اوبجكت. يعني انا اوير بان الحاجات اللي حواليا دي ده محمد وحسن وعلي، ده اوبجكت وده اوبجكت وده اوبجكت. يعني ايه اوبجكت؟ يعني حاجه منفصل عن الاخر، وكمان ابقى ادرك ان انا برضو اوبجكت زيهم. يبقى ادي اول حاجه ان انا ابقى مدرك الاوبجكتس لوحدها ومنفصل عن بعضها، ومدرك ان انا برضو انا كمان اوبجكت، مش انا اوبجكت زي اللي حواليا. سيلف ريفليكشن ريفيرز تو ذا سبجكتيف اكسبيرينس اوف ذا سيلف، الخبره الذاتيه بذاتي. يعني انا مدرك ان انا اوبجكت مختلف، اوبجكت مختلف عن الاخرين، وفي نفس الوقت دي حاجه تخصني انا. The three dimensions of consciousness contrasted with unconsciousness زي اللي هو الرسمة اللي قلناها، ال vigilance أو في ال sleep وال lucidity في الكومة وال self consciousness في المايند. يبقى لما أجي أترجم الكلام اللي قلناه هنقول ال dimensions إن أنا عندي ال vigilance في واحد الأخر وال sleep وال lucidity آخرها في الكومة وال self consciousness ده في المايند. تعالوا بقى نتكلم عن كل واحد فيهم. الفيجيلانس الويتفولنس، واخر الاكسس ده اسمه الدراوزنس، واكمل بالسليب. الفيجيلانس يعني ايه؟ To mean the faculty of deliberately remaining alert when otherwise one might be drowsy or asleep. القدره والمهاره الذاتيه في ان انا اكون alert. يعني انا شخصيا مقرر بكامل حريتي ومهارتي ان انا ابقى alert. طيب ده اسمه الفيجيلنس. واقل من ذلك يبقى دراوزي او سليب. طيب ايه اللي ممكن ياثر على الفيجيلنس ده؟ ماي اريا اوف انترست، الانكزايتي، الاكستريم فير or enjoyment. ده بيعمل ايه؟ بيحسن او بيسمح بزيادة الفيجيلنس. طيب لو واحد عنده ملل يبقى بعمل شيفت على الدراوزنس واكمل السليب. طيب the situation in the environment and the way of the individual perceive the situation also affects their position in the vision. يبقى الوضع اللي انا فيه والبيئه اللي انا قاعد فيها استقبالي ليها واستقبالي لمعنى السيتويشن اللي فيها ممكن يغير من وضعي على الاكسس بتاع الفيجيلانس دراوزنس. زي ما احنا شايفين كده
لو انا عندي انترست بالحاجه اللي انا موجود فيها والحاجه اللي موجوده دي بوزيتيف بالنسبه لي، يبقى الفيجيلانس بتاعها يتحسن. لو الحاجه اللي انا موجود فيها دي بتبعث على الملل وما تهمنيش، يبقى هبتدي ادخل في دراوزنس. وممكن زي ما الواحد كده يبقى قاعد بيقرا كتاب ما هوش انترستنج، ممكن يبقى في الاول بيبدا بالانترست وبعد كده يفقد الاهتمام لغايه ما يبص يلاقي الواحد نام من غير ما يشعر، لان بقت الحكايه ممله و الى اخره. طب زي ما قلنا الاكسس الثاني بتاع الاورجانيك برين ديزيز اللي هيوصلني في الاخر خالص للدراوزنس والكوما، اللوسيديتي وكلاودنج اوف ثينكينج. اللوسيديتي يعني وضوح، والوضوح ده يشمل الكلاريتي اوف ثوتس on a particular topic. يعني أنا ممكن أبقى بتكلم على موضوع وهذا الموضوع أنا بتكلم عليه بوضوح أو أفكاري واضحة، يبقى دي أول حاجة. الـ most intellectual functions لو حصل، إن الـ اتغيرت، قل الوضوح بتاع الأفكار عندي دي، تبتدي تتأثر. نلاقي بقى الاتنشن متأثر، الكونسنتريشن متأثر، القدرة على التعبير تتأثر، الريكوجنيشن والاندرستاندينج والفورمينج اسوسيشن، يعني ان انا اعمل تربطات بين الاشياء وبعضها، لوجيك جادجمنت القدرة على الحكم على الامور بشكل منطقي، كوميونيكيشن باي سبيتش اند بيربسفول اكشن، كلها لو انا فقدت هذه اللوسيديتي الوضوح نلاقي الانتلكشوال فانكشنز بتبتدي تقل. يبقى اول مرحلة لما ناخد الوقف النفسي مفهوم اللوسيديتي الوضوح، لو انا المفترض ان انا نورمال الافكار بتاعتي واضحه عن موضوع معين، ولكن لو حصل ديكريز للوسيديتي يبقى عندي كلاودنج، والكلاودنج ده بيبقى مصاحب لإقلال او نقص في الانتباه والتركيز والقدره على التعبير والمعرفه والفهم وتكوين التربطات والقدرة على الحكم على الأمور، وكمان السبيتش والأكشنز بتبقى مش بيربس. طيب consciousness of self اللي هو الجزء اللي خصنا في السيكاتر alongside full wakefulness and clear awareness is the ability to experience self and an awareness of the self that is both immediate and complex. يبقى أنا واعي بأفعالي وتصرفاتي سواء اللي هي مباشرة ليا وواعي بيها. طيب ايه بقى الحاجات اللي تتاثر في الكونشسنس؟ لو احنا بقى ايه قلنا بقى الكونشسنس خلاص اهم حاجه واضحه جدا الثلاثه دايمنشنز اللي احنا اتكلمنا عليهم، ولو خدنا بالنا في واحده نورمال السليب، واحده باثولوجيكال اورجانيك اللي هو الكوما والسيديتي والكلاودنس اوف كونشسنس لغايه ما نوصل للكوما، والسايكاتري اللي هي فيها فيجيلانس والبري كونشسنس والانكونشسنس تو الimmediate experience. طيب الباثولوجي اوف كونشسنس ممكن يبقى lowering للكونشسنس او heightened للكونشسنس. هل الكونشسنس بتاعي ممكن يبقى heightened؟ تعالوا نشوف. يبقى ممكن يبقى الheightened consciousness بيحصل sense of richer perception، يبقى الواحد كل حاجة عنده في الإدراك عالية جدا. الكالرز دي طبعا كلها دي هتلاقيها سايكاتريك، كالرز سيم برايتر اند سو اون، ذير ار تشينجز ان مود. طبعا لو الالوان تبقى بقى مبهجه قوي وواضحه بشده، دي بتيجي مع الهايتند كونشسنس، والمود بيبقى عالي ويبقى في اكس هايلاريشن، مبتهج جدا مبسوط جدا، بيرهابس اماونتنج تو اكستاسي، يوصل لغايه الاكستاسي دي يعني اكس هايلاريشن مع spiritual effect. This is a subject experience of increased alertness and greater capacity for intellectual activity، وقدرة بقى على عمل النشاطات المعرفية والذاكرة والفهم. ودي طبعا احنا بنشوفها في عيانين المانيا، يبقى الconsciousness بتاعه heightened والألوان واضحة ومبتهج وفرحان وفهم حاجات كتيرة وفي أفكار كتيرة. طيب ناخد بالنا، قلنا قبل كده السيناسيزيا اللي هي sensory stimulus in one modality resulting in sensory experience in another. في الهايتند consciousness
المثل اللي انا هقوله ده تقريبا احنا ما فيش حد فينا ما حسوش. Hearing a fingernail drawn down a blackboard result in a cold feeling down the spine. نلاقي لو حد كده بيخربش على السبورة يبقى بيخربش. انا بسمع صوت الست اللي كانت اللي عندها سينستيزيا المرة اللي فاتت، اللي كانت لما بتسمع صوت جوزها او ضحكته ها بتشوف الكلر، ها يبقى سنسوري موداليتي هيرنج، والسنسوري موداليتي اللي هيحصل فيها السينستيزيا ايه هي بقى؟ الكلر الفيجن. الحاله اللي احنا بنقولها دي لما واحد يخربش على السبوره بصوابعه نلاقي كله يا الواحد حاسس بان فيلينج كولد فيلينج داون ذا سباين، بنسمعها كتير يقول يا اخي درستنا يا اخي مش عارف ايه، الواحد يحس ان شعره بيقف، يحس ان مش عارف حاجه كده بتمشي في جسمه لما حد يقعد يخربش. ده ظاهره من ظواهر السينستيزيا، زي ما بنقول نورمال ممكن نلاقيها نورمال، ممكن نلاقيها في ال اس دي والامفيتامين وايرلي ستيج اوف مانيا والسكيزوفرينيا. الكونشسنس از كليرلي اسوشيتد ويز اراوزال سيستم اللي احنا عارفينه كلنا، الكونشسنس ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم والليمبيك سيستم. وفي الحالات السيكاتري هيبقى عندنا الكونشسنس والانكونشسنس ووسطيهم البري كونشسنس. طيب هل الكونشسنس كوانتيتيفلي يقل؟ طبعا احنا مش قلنا في الاول لوسيديتي بعدين هيبقى كلاود اوف كونشسنس. This represents a lesser stage of impairment of consciousness. أبسط حاجة من impairment of consciousness اسمها clouding of consciousness. في clouding of consciousness بيحصل deterioration in thinking والattention والperception and the memory and usually drowsiness and reduced awareness of the environment. احنا برضو الاكسس ده خلينا موافقين عليه ان بتاع الاورجانيك اللي احنا قلنا اللي في اوله في الكونشسنس وفي اخره الكوما والديس. كلاودنج اوف كونشسنس اول ستيج او ابسط ستيج من امبيرمنت اوف كونشسنس. طب بعدها دراوزنس. دراوزنس دي ايه؟ مين ديمينيشد اليرتنس اند اتنشن ذات از نوت اندر ذا بيشنتس كنترول. بيقل الفوقان بتاع العيان والانتباه بتاعه بس مش بإرادته. هنلاقي الدراوزنس ده واحنا بنشوفه طبعا عشان كده النيورو ساينس ماشيين مع بعضيهم. سيريبرال تيومر افتر هيد انجري ويز ريزد انتركرينيال بريشر. يعني محطوط في البدايه الدراوزنس ده طبعا اورجانيك بس ناخد بالنا ريزد انتركرينيال بريشر تو اني كوز. واخدين بالكم؟ والحاجه الثانيه لو حصل بقى في سكيزوفرينيا مش هيبقى الكلاودنج اوف كونشسنس ده حاجه منفصله ولكن بتبقى جزء من الكوجنيتيف ديفيسيت اللي بيحصل في السكيزوفرينيا. طبعا كلنا عارفين الدراوزنس. الدراوزنس تعريف البيشنت از اويك بت ويل درافت انتو سليب اف ليفت وذاوت سنسوري ستيمولس. يعني العيان وانا قاعد اكلمه طول ما انا بكلمه اللي هو في 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 ستيمولس الكلام بتاعي لو انا سبته هي ايه هينام. He's slow in action بطيء في الكلام في الحركه slurred speech sluggish in intention بطيء في الانتباه بتاعه and sleepy in subjective description. والله انا منعنس. يبقى العيان بيقول انا منعنس وبيحس انه منعنس. يبقى لو انا قاعد مع عيان وباين عليه صوت لكن وانا بكلمه هو واعي وصاحي مجرد ما سيبه او الاستيمولس بتاعي اللي هو الكلام وباخد ودي معاه بقى سليبي يبقى ده اسمه دراوزنس. ايه تاني بيقدر يعمله هذا العيان؟ attempts to avoid painful stimulus. لو في اي painful stimulus نلاقيه بيحاول انه يبعد عنه. يبقى هو طول ما انا بكلمه هو صاحي بيبعد عن البينفل ستيمولس. الريفلكسز الكافنج والسوالوينج موجودين ولكنهم اقل والمسل تون بتاعه بيبقى اقل بسميه في حاله الدراوزنس. طبعا احنا عارفين جلاسكو كوما سكيل ده ايفالويشن ولكن احنا بنعرف يعني كلمه دراوزنس لما انا اسمعها او اقراها في الكتاب لازم يخطر على بالي هذه الخصائص اللي انا موجوده. طب الكوما بقى كوما ذا بيشنت از انكونشس خلاص
lighter state with strong stimulus she may be momentary arousable. لو لايت كوما الا وانا بس مثير قوي ممكن يفوق عليه، وايه ما يفوقش واستمر في الفوقان يفوق ويرجع تاني، ده اسمه لايت كوما. There are no verbal response to painful stimuli. The writing response of posture has been lost. ما قدرش يقعد. ده اسمه ايه؟ بعد كده الكوما بتزيد. Reflexes and muscle tone are present. عنده الريفلكس الاقيها والمسل تون موجودين، بس هم اقل من حاله الدراوزنس. Breathing is slow, deep and rhythmic. ابص على الريسبيريشن بتاعه الاقيه بطيء وعميق ومنتظم، ونلاقي الفيس والسكين بتاعه بيبقى فلاش. في الليتر ستيج بقى ما اقدرش اعمل له اعاده الافاقه باي ستيمولس، في الحالات دي بقول عليه deeply unconscious. هو ده بقى الليفل بتاع اللي احنا بنتكلم عليه، normal consciousness, alert, vigilant, lucid. lucid واضح، vigilant منتهب فايق، والالرت يعني منتبه. يتلخبطوا يبقى عندك loudness, drowsiness, stupor, coma and this. طيب هل qualitative يعني نوعي changes of consciousness بتحصل؟ لما يحصل هذه التغير النوعي في الكونشسنس بنلاقي بقى في الفاظ تانية بتطلع، ما بتبقاش انكريزد وديكريزد، بنلاقي حاجه اسمها ديليريوم. ايه بقى الديليريوم ده؟ وطبعا احنا كلنا عارفينه، بس وده الديليريوم يتكتب في كتب، بس احنا هنهتم كده بس بالديفينيشن بتاعه. ديفاين ديليريوم از ايه؟ ترانزيانت. الله، يعني حاجه مؤقته. اورجانيك منتال سندروم اوف اكيوت اونست. يبقى هو حاجه ترانزيانت. اكيوت اونست كاركترايزد باي بقى جلوبال امبيرمنت اوف كوجنيتيف فانكشن. كل الوظائف المعرفيه بتاعه المريض كلها بيحصل لها خلل. ريديوس ذا ليفل اوف كونشسنس، مستوى الوعي بتاعه بيقل شويه. اتنشنال ابنورماليتيز، الانتباه بتاعه بيبقى مش طبيعي، يعني ممكن يبقى اتنتيف ومش اتنتيف، ممكن يبقى اتنتيف لستيمولاي معينه ومش اتنتيف لستيمولاي معين. increased or decreased psychomotor activity. احنا عندنا تو تايبس اوف ديليريوم، واحد فيهم هايبر اكتيف والثاني باسيف، واحد فيه هايبر اكتيفيتي والثاني ريتاردد، يبقى ده ديليريوم. and disorder sleep wake cycle، نلاقي دايرة النوم والصحيان بتاعته مختلفة، ما بينامش في الليل وبيصحى في النهار، لا نلاقي بيقطع في النوم، بيصحى وينام، النوم بتاعه ممكن يصحى طول الليل. يبقى لما يحصل تغيير كيفي في الكونشسنس تظهر عندنا مسميات جديدة. fluctuation of consciousness، ان العيان بيبقى عنده اوقات conscious واوقات مش conscious، يبقى ده ايه؟ اسمه fluctuation. نسمع كلمة confusion، وللأسف الشديد بعض الألفاظ بتتقال وتبقى شبه بعضها ويحصل خلط. يعني لسه لو سألت حد عن كلمة delirium نلاقيه بيقصد منها confusion، أو confusion يقصد delirium. ودي كان صالح حاضر معنا وكان عامل بحث على الديليريوم، واكتشف إن التمريض في الآي سي يو ما مش عارفين يميزوا بين الديليريوم والكونفوجن، وبيطلقوا الكونفوجن على الديليريوم، وبتبقى بتخليهم مانجنج الديليريوم غلط. كونفوجن ريفير تو سبجكتيف سيمبتومز اند اوبجكتيف ساينز انديكيتنج لو لوس اوف كاباسيتي اوف كلير اند كوهيرنت صوت. يعني الكونفوجن ده يخص وضوح وترابط الافكار فقط، يعني ملوش دخل بقى بالليفل اوف كونشسنس ولا ترانزيانت ولا اكيوت اونست ولا، لا بياخد حاجه واحده من الكوجنيتيف فانكشنز اللي هي كلير وكوهيرنت صوت. يعني الكونفيوجن ده لما نقيمه نقول عليه جزء حاجه صغيره من الديليريوم ما فيهاش كل الخصائص بتاعت الديليريوم. في تيرمز ثانيه نقراها تخص الكونشسنس، تواليت ستيت. توليت ستيت دي بيحصل انتربشن كونتينيتي اوف كونشسنس، ودي زي ما الواحد يقول لك انا كنت كونشس
وبعدين المفروض الكونشسنس ده بقى بتاع مينتين ومستمر لفترات طويله من هنا لغايه ما انام، زي ما احنا اتفقنا كده. لو اعتبرنا النوم ان كونشسنس، يبقى انا كونشس مريت في خلال النهار بفترات ان كونشسنس اللي هي كونتينيتي اوف كونشس. الكارثه بقى في التواليت ستيت دي انها ليها فورنسيك امبورتنس، هي دي دايما اللي بيدخل. هو كان واعي ساعه ما عمل الحدث ولا لا؟ كان عنده لوس اوف كونتينيتي اوف كونشسنس فعمل الجريمه او عمل الحدث ده وبعدين رجع تاني يقول لك انا ما كنتش في الوعي بتاعي؟ يبقى التواليت ستيت مشكلتها واهميتها تقع في الفورنسيك ميديسن، ان المفروض ان الكونشسنس دي حاجه كونتينيوم، لو انا قطعتها في النص وتغير الكونشسنس بتاعي وعمل افعال وبعدين قال انا ما كنتش واعي بهذه الافعال، يبقى هو كان عنده توالايت ستيت. يبقى هل هو مدرك ولا مش مدرك، يعاقب ولا جنائيا او لا يعاقب؟ هي دي خطوره التوالايت ستيت. نسمع لفظ تاني، مانيا ابوتو. ايه مانيا ابوتو ده؟ دي احنا عندنا في الالكوهول انتوكسيكيشن، لما واحد ياخد كميه الكحول كتيره يحصل له الكحول انتوكسيكيشن معاها ديستربد ليفل اوف كونشسنس. لو واحد في الوزدرول بنقول عليه ديليريوم تريمنس، يبقى دول حالتين يخصوا الالكحول. لكن في حاله ثالثه تخص الالكحول بنسميها مانيا ابوتو. ايه بقى حكايه دي؟ بنسميها باثولوجيكال انتوكسيكيشن. احنا قلنا في الحاله الاولانيه خد الكحول كتير فحصل له الكلام ده، في الحاله الثانيه ما خدش الكحول حصل له وزدرول. لا ده واحد ثاني خالص، يدخل في التواليت ستيت اللي احنا قلنا الكونتينيوتي اوف كونشسنس بتتغير، ولكن بتحصل في الجماعه اللي بيشربوا الكحول، ولكن بتحصل ايه؟ باثولوجيكال انتوكسيكيشن. الراجل ده ياخد كميه الكحول قليله جدا لا تكفي انه يكون انتوكسيكيتد وما هوش في وزدرول ويحصل له باثولوجيكال انتوكسيكيشن. ايه هي بقى؟ توالايت ستيت. ايه خصائصها بقى التوالايت ستيت دي؟ الكوي اللي هي تخص القلب، يبقى بتتبع consumption of a variable غالبا small amount of alcohol. وبعد ما ياخد كميه الكحول الصغيره دي يحصل senseless violent behavior. يبقى العيان يدوب خد كميه الكحول صغيره وبعدين يحصل عنده violent behavior، وبعدين بعدها prolonged sleep ومعاه total or partial amnesia for the disturbed behavior. طبعا احنا قلنا ده ايه؟ impairment of continuity of consciousness. لو الراجل ده في فتره ال violent behavior اللي هو هينام بعدها وهيحصل عنده أمنيزيا، يبقى فقد الـ continuity of consciousness. هل المشكلة هنا فورنسيك؟ لو عمل حاجة بقى هل هيتحاسب على الـ violent behavior ده ولا لأ؟ يبقى دي أهمية الـ twilight state اللي جزء منها pathological intoxication. طب في لفظ تاني نسمعه يخص الـ consciousness، يقول لك automatism. إيه بقى automatism ده؟ action takes place. اها في حد عايز حاجه؟ action taking place in the absence of consciousness. يبقى واحد unconscious ويعمل حاجات وهو في unconsciousness، ده اسمه automatism. قد يكون speech automatism. speech automatism واحد يقعد يقول identifiable words، يكرر او يقول جزء من كلمات او جمل. امتى بقى؟ during epileptic attack. ناخد بالنا ان السبيتش اوتوماتيزم ده بيحصل في جزء من او مرحله من مراحل الابيليبتيك اتاك. طول البيشنت طبعا ما بيكون لهاش ميموري، زي ما احنا عارفين الاول ستيج من الستيج بتاعت الابيليبسي اللوس اوف كونشسنس. يبقى زي ما احنا اتفقنا ان الاوتوماتيزم لو حصل في السبيتش يبقى سبيتش اوتوماتيزم، ومن احد الخصائص بتاعته ان ذا ابسنس اوف ايه؟ كونشسنس. يبقى كلمه اوتوماتيزم دي اكشن ايضا انها تكون سبيتش او حركه، والعيان بيبقى انكونشس
وفي الابليبتيك اتاك بتبقى كلام او جمل والعيان بيقولها وما بيتكونش، لان هو في بيبقى ديستربت كونشسنس ما بيعملهاش ميموري. في نومولوجيكالي then automatism is action without any knowledge of action. يبقى من الخصائص المهمه للاوتوماتيزم انه يفعل افعال وما عرفهاش انه عمل ذلك، يعني انت انا ما عملتش كده. And it is later, it is the later claim that require careful investigation. لما حد يقول والله انا عملت الحكايه دي وانا مش فاكر ومش انا اللي عملتها وما عنديش معرفه بعملها، لازم اخد بالي واعمل investigations وفحص شديد جدا، عشان دي ممكن تبقى بارت من الابليبتيك اتاك. في لفظ تاني نسمعه على disturbed consciousness dream like state onroid state this unsatisfactory. ما هواش واضح هذا اللفظ وما نقدر ومش عارفين نفرقه ما بين التوايلايت ستيت والديليريوم، بس في الحاله دي بيبقى العيان disoriented confused. احنا قلنا confused ده جزء من الديليريوم، يعني بس كلير صوت او كوهيرنت صوت او كلاريتي اوف ثينكينج هي اللي بتبقى امبيرد وديس اورينتد، وبيبقى معاه هالوسينيشن غالبا بتبقى فيجوال. طيب والهالوسينيشنز دي غالبا بتبقى معاها ايموشنال تشينج ايذر، انها الايموشنال تشينج لو الهالوسينيشنز دي بتبقى مرعبه تيرورز اور انجويمنت، يبقى العيان ده ممكن يبقى معاه فيجوال هالوسينيشنز. والفيجوال هالوسينيشنز دي بتغير المود بتاعه العيان، قد يكون مرعوب تيرور او انه الهالوسينيشنز دي حلوه والعيان مبسوط منها. طبعا في الاخر في الغالب بتبقى تيرورز وليس انجويمنت، وممكن يحصل معايا تكتايل اوديت هالوسينيشنز. نسمع لفظ تاني احنا قلنا اسمه ستوبر. طبعا الكلام ده على مستوى ليه احنا اخترنا الحاجات دي او هي دي الحاجات اللي ممكن نلاقيها، لانها ميكس هنلاقي زي ما بنسمع كده دايما اسباب نيورولوجي واسباب اورجانيك برين ديزيز واسباب في السيكاتري. ستوبر ذا سيمبتوم كومبلكس هو سنترال فيتشر از ذا ريدكشن ان اور ذا ابسنس اوف ريليشنال فانكشن. ريليشنال فانكشنز اللي احنا بنعملها او الوظيفه بتاعه التواصل مع الاخرين، الصوت والافعال speech والاكشن، لما دول يتغيروا ويقلوا يبقى ده الكور سيمبتوم اوف ستوبر. الى العيان ما بيتواصلش سواء على مستوى الحركي او المستوى الكلام مع الاخرين، يبقى انا بتكلم على الكور سيمبتوم اوف ستوبر. سندروم ان ويتش ميوتيزم اند اكاينيزا اوكي، زي ما احنا اتفقنا كده مفيش كلام مفيش حركه. The inability to initiate speech or action in patient who appears awake and even alert. يبدو لنا أن هذا الشخص صاحي واعي وفايق. يبقى لما يبقى واحد صاحي يبدو لنا أنه صاحي وفايق، ولكنه لا يستطيع التواصل معنا سواء على المستوى اللفظي أو المستوى الحركي. يعني ميوتيزم وأكاينيزيا، يبقى أنا بتكلم على حالة ستوبر. بيبقى معاه ايه بقى؟ احنا قلنا ان clouding of consciousness ده اول مرحلة او least degree of impairment of consciousness. The patient may look ahead or his eyes may wander but he appears to take nothing in. العيان يبان ان هو قاعد يبص حواليه، عينيه بتتحرك، راسه بتتحرك، بيبص يمين بيبص شمال، لكن كأنه لا عارف اللي بص عليه ولا شاف اللي بص عليه، والحركه بتاعته ما بتعبرش على انه فهم عارف حاجه من اللي شافه. باثولوجيكال افكشن ايه بقى؟ الاريا اوف برين ستيم الابر برين ستيم والداينكفال اند فرونتال لوب اند بيزل جانجل. يبقى انا لما اشوف عيان ستوبر يبقى اول حاجه بتخطر على بالي الكريتيريا بتاع الستوبر بتاعه انه هو فاقد للتواصل مع الاخرين سواء على مستوى الالفاظ او مستوى الحركات، بيبقى معاه شويه كلاودنس اوف كونشسنس، بيبقى العيان مش قادر يبدا كلامه ولا يبدا حركته، واتوقع انه عنده مشكله في الداينكيفالون والابر برين ستيم وكمان الفرونتال لوب او بيزل جانجليا. ده بالنسبه يعني مش اجري دايما، انا مش ممكن اشوف السوبر وما عندوش اي باست هيستوري اوف سايكاتريك ديس اوردر ولا اي سايكاتريك مانيفستيشن اخرى واقول لا ده السوبر ده سببه حاله نفسيه،
لا ده انا لازم افكر في الاورجانيك. اكاينيتيك موتيزم احيانا النيورولوجيست ديسكرايب ماتش مور ناروي ديفايند اورجانيك سندروم زي اللوكد ان سندروم. لوكد ان سندروم شكله ايه بقى العيان ده؟ رير بات سبيسيفيك كونديشن انفولفنج موتور باس واي ان ذا فينترال بونز. يبقى انا عندي البونز فينترال بونز في ليجن موجود بيأثر على الموتور باس واي ويبقى معاه خصائص اخرى، يبقى عنده كوادربليجيا ان ارثريا بريزيرفد كونشسنس اند فيرتيكال اي موفمنتس، يبقى الليجن بتاعي في الفينترال بونز بسميه لوكت ان سندروم. كده يبقى احنا خلصنا الكونشسنس والديستربنسز اللي بتحصل فيه. في كام سلايد صغيرين انا مش هطول، هنتكلم على الاتنشن والكونسنتريشن والاورينتيشن. هاخد الاتنشن طيب اتنشن اويرنس اند كونسنتريشن اتقال مع بعضيهم. الاتنشن از اكتيف اور باسيف فوكسنج اوف كونشسنس اون ان اكسبيرينس such as sensory input, motor programs, memories, or internal representation. دي عملية تركيز الوعي سواء بطريقة أكتف أو باسيف على خبرة. إيه هي الخبرة دي؟ ممكن تبقى مثير خارجي، ممكن حاجة حركية، ممكن تبقى ذاكرة، وممكن حاجة من داخلي أنا يعني موجودة جواي. يبقى لو أنا بركز أو بفوكس بعمل بؤرة الكونشس بتاعي على حاجة معينة اسمه إيه؟ attention. طيب ممكن نعرفه على البروسيس ذات انهانس سم انفورميشن اند انهبت اذر. يعني بعض المعلومات أنا بعمل لها هايلايت كده واوضحها واستوضحها واشجعها على انها تظهر، وبعضها بعمل لها تثبيط. انا عندي حاجه معلومه او عندي، طب الحكايه دي بتخليني ايه؟ ان انا المعلومه اللي انا حطيت عليها الاتنشن بتاعي فيرذر بروسيسنج، اعمل لها تفسير اخر واقعد بقى افسرها واتعامل معاها باي عمليه عقليه. يبقى انا اخترت المثير ده ولقطته من وسط المثيرات الخارجيه وابتديت افكر فيه وافسره واوضحه واعمل له بروسيسنج تاني، هو ده اكتف ايه؟ اتنشن، اللي انا باخد المعلومه دي واركز عليها. وبعض المعلومات اللي هي ماليه الدنيا قدامي بعمل لها انهبيشن واسيبها، يبقى ده اسمه ايه؟ الاتنشن. The concept overlap with term alertness where awareness and responsiveness، بنلاقي في تداخل ما بين المفهوم الاتنشن والالرتنس. وزي ما احنا قلنا الفولنتري اتنشن occur when the subject focuses his attention on an internal، انا مقرر ان انا اراديا انتبه الى هذا الحدث سواء الحدث ده داخليا او خارجي، خارج مني او داخلي جوايا، ده اسمه voluntary attention. طيب طب in voluntary attention when the event attracts the subject attention without his conscious effort، زي الضوضاء اللي ممكن هي غصب عننا تخليني attentive ليها، صوت خبطه مش عارف حاجه حدث حواليا راح سحبني ان فولنتري، مش انا اللي مقرر، انا فوجئت لقيت نفسي اتنتف لهذا without his conscious effort، ليس بارادتي وليس بمجهود انا وعدي. concentration is the only one aspect of attention، يبقى الاتنشن واحد منه aspect منه ال concentration. it involves focused or selective attention، تركيز والانتباه الاختيار. طيب other aspect of attention، يبقى احنا اخذنا الكونسنتريشن بنسميه sustained attention or vigilance، divided attention and alternating attention، divided attention involved the ability to respond to more than one task at time or to multiple. ده الجدول اللي احنا هنشوف فيه فين راح فين. الجدول ده اللي هم الاسبكت اوف اتنشن
focus the attention, the capacity to highlight important stimuli while suppressing awareness of competing distractions. اسمه ايه بقى؟ focus the attention. يبقى القدرة على ان انا اعلم كده ووضح وحط خط تحت الامبورتنت ستيمولاي وفي نفس الوقت انا بعمل سبريشن لوعيي لوعيي للمشتتات ده اسمه ايه؟ فوكس ذا اتنشن. طيب سستيت ذا اتنشن اور فيجيلانس اللي هو اللي احنا بنقول ذا كاباسيتي تو مينتين اتنشنال اكتيفيتي اوفر ا برولونجد تايم. سستين يعني مستمر، سستين يعني مينتين، يبقى لما اقول سستين ذا اتنشن يبقى اللفظ اللي جنبيه اسمه فيجيلانس، يبقى القدره على او الاستطاعه بتاعتي ان انا مينتين الاتنشن على اكتيفيتي معينه فور برولونجد. Divided attention يعني ايه؟ The ability to respond to more than one task at a time. في نفس الوقت انا اقدر ابدي انتباه واستجيب لاكثر من مهمه at a time. Including taking account of the multiple element within a complex task. لو انا عندي يعني عمليه مركبه يبقى أنا أقدر أتعامل مع كل مكون من هذه المليان بك. ده اسمه إيه؟ Divided attention. يعني الاتنشن بتاعي أقدر أوزعه على أكتر من حاجة في نفس الوقت، دي اسمها Divided attention. طب Alternating attention يعني The ability to shift attentional focus from task. أقدر أنقل الانتباه بتاعي من حاجة لحاجة. والاتنشنال capacity the extent of the processing ability inherent in attentional system. It's often considered to be a form of working memory. الـ attentional capacity دي عاملة زي الـ working memory بتاعت الجزء من الـ working memory. دول الأربع حاجات لو احنا رجعنا للسلايدز اللي قبل كده هنلاقي هما بيتكلموا عن كده. Alternating attention allow for shifting focus of attention and task. Orientation is awareness of one's sitting in time and place and of the realities of one's personal and situation. ال orientation ده مهم قوي. ده ايه بقى؟ الوعي في السيتنج اللي انا فيها في التايم والبليس والاشخاص اللي حواليا. ما هياش وظيفة منفصلة ولكنها بتبقى مرتبطة بالذاكرة وإيه؟ والكلاريتي اند كوهيرنت اوف سولف. دول الباسيف والاتنشن والليمتد كاباسيتي اللي احنا قلناهم في الجد. وده تقريبا عندي سؤال دكتور علاء. نعم عندي سؤال. ايوه باشا. بص يا كبير، دلوقتي حضرتك في الاتنشن الاسبكتس دي بيوزن هاير اكسكيوتيف فانكشن صح؟ معظمها صح ولا لا؟ طيب ان قلنا الاتنشن كده ممكن ما يعتبرش جزء من الكونشسنس. لا ما مش من الكونشسنس، احنا لو خدنا بالنا من القصه ان هم كلهم مرتبطين مع بعض. تمام. احنا مش حاطينه في الكونشسنس. احنا مش حاطينه. انا اوضح حاجه ايه؟ عقليه اخرى لو انت خدت بالك ده عنوان جديد. اها بص ده عنوان جديد يا سيد. يعني ماشي. احنا خلصناه يا سيد. ماشي. الاسئله اخر المحاضره بعد اذنكم يعني. طيب بص بعد كده الرسوم دي يعني بص لو خدت بالك اوبجكتيف اويرنس موجود فين؟ يعني ده ببساطه شديده في قمه المثيرات وده الكاباسيتي. ها واخد بالك اللي هي بقى هنا الفيلد اوف اتنشن هنا طبيعي انه يبقى ال object of awareness في قمة ال consciousness awareness بتاعي، وبعدين ال field بتاعي ممكن أبقى شايف الحاجات دي كلها، بس لو خدت بالك إنها متسعة شوية ولكن مش كلها ال object of awareness. أنا مثلا أعمل تشجيع لهذا ده وأعمل disinhibition. طبعا إحنا لما إحنا بنشوف ال object بنشوفه في القمة وبنقلل الاتنشن بتاعي على باقي المثيرات. احيانا يبقى بيقل خالص، لو شفت بسيط كده هتلاقي ده النورمال كيرف اقل خالص، بنسميه ناروينج اوف كونشسنس. لو الفيلد ده
الواسع ده ها بقى اقل خالص. شوف الكيرف ده بقى حد كده لفوق. طيب alternation alteration of the degree of attention. attention ده بيتأثر ولا ما بيتأثرش؟ بيتغير طبعا. attention الانتباه ده بيزيد امتى؟ في حد يشوف العيال. دكتور ياسر ولا سيد ايه يا علاء؟ الصوت ده مين؟ انا الدكتور محمد. ما انا معاك، انا في عيال في السكه. ها؟ في عيال بتتكلم. ماشي بيه. مش عندك انت، ما اعرفش عند مين. Attention is decreased in مين بقى؟ Normal في السليب، في الدريم، في هيبنوتيك ستيت، والفتيج والملل. طب تمام. باثولوجيكالي بيقل فين؟ ناخد بالنا، فاكرين احنا دايما دايما نتكلم على الباثولوجي، ناخد الاورجانيك ستيت الاول وبعدين نقول السايكوجينيك ستيت. Organic state usually with lowering of consciousness بيبقى مصاحب الاتنشن ده بيقل مع الحالات اللي بيقل فيها الconsciousness. Head injury, acute toxic confusional state such as drug and alcohol induced condition, epilepsy, resident cranial pressure and brain stimulation. طب في psychogenic state الاتنشن ممكن يبقى altered فين؟ في hysterical dissociation بيحصل له narrowing of attention. فين بقى؟ في depressive illness. وناخد بالنا قوي ان هو بيبقى narrowing الاتنشن بتاع الناس لايه؟ للحاجات اللي mostly unhappy. الجماعه اللي عندهم depression الاتنشن بتاعهم طول الوقت بيضيق خالص وما يبقاش غير ها مشايف او attentive للحاجات السيئه. يعني ده بتاع الدبريشن، لما نقعد نتكلم مع الدبريشن يقول لك سيء سيء، اهو شايف النور قاطع، اهو شايف مش عارف ايه، اهو يعني طول الوقت اتنتف للحاجات اللي انهابي. يبقى حصل له ريستريكشن للاتنشن بتاعه ده جدا في حالات الدبريشن. ولكن كمان ما دقش بس على حاجه، لا ده دق على الحاجات اللي موستلي انهابي سواء انترنال او اكسترنال زي ما احنا اتفقنا. Severe deficit of attention طبعا ده جزء من الـ ADHD بيبقى فيه altered attention. طيب في السايكوزيس بقى، يعني احنا خدنا عندي organic وعندي mood وعندي ADHD. طب الـ attention بيتأثر في السكيزوفرينيا في الغالب، هنلاقيه deficit of attention ومعاه other cognitive functions. يعني ما بنلاقيهوش attention impairment لوحده، لكن هلاقي بقى علشان ورك ما احنا قلنا، لو فاكرين ان احنا قلنا هو قريب وزي الورك جزء من الوركينج ميموري. Also executive functions. يبقى لما يبقى في impaired attention في السكيزوفرينيا ما بنلاقيهاش لوحدها الاتنشنال ديفيسيت بس، احنا بنلاقي ان الوركينج ميموري والاكسكيوتيف فانكشنز بتاعت العيان متاثره ومعاها الاتنشن. Significant impairment in the control of selection, the ability to identify attend task relevant inputs. يعني العيان بتاع السكيزوفرينيا او السايكوزيس ما بيسيطرش على اختياره للحاجات اللي يبقى attentive ليها، ولا ايه هي الحاجات اللي يبقى attentive ليها وما يبقاش attentive ليها. يبقى السكيزوفرينيا attention impairment بيبقى جزء من الكوجنيتيف امبيرمنت، وكمان نلاقي معاه الوركينج ميموري والاكسكيوتيف فانكشنز امبيرد، والعيان ما بيقدرش يسيطر هو يختار ايه علشان يبقى اتنتيف ليه او ما يبقاش اتنتيف. طيب زي ما احنا قلنا بتاع المود ديس اوردر بيبقى غالبا السستيند اتنشن والوركينج ميموري بتبقى متاثره معاه. السستيند اتنشن سواء الدبريشن بيبقى عنده مركز قوي على النيجاتيف فاليو فيتشرز اوف ذا انديفيديوال انترا انر او اكسترنال وورلد، و بتاع البايبولر ما بيبقاش عنده السستيند اتنشن، بيبقى عنده الاتنشن بتاعه بيعمل شيفت من حاجه لحاجه طول الوقت. In such a situation misinterpretations of perception influenced by the mood state، بالاضافه الى يبقى attentional impairment
والبرسبشن بتاعه زي ما احنا خدنا البرسبشن هو ادراكه للاشياء بشكل نيجاتيف وطول الوقت دي حاجه سيئه حاجه سيئه. طيب الاورينتيشن احنا دايما بنقولهم وبالفعل هم بيتكتبوا تايم بليس اند بيرسون، وبناخد دايما لان حتى الامبيرمنت بتاعهم بيبدا الاول بليس وبعدين يتاثر البيرسون في الاخر. يبقى الجملة time, space and person مهمة قوي الترتيب ده، لان في كل الاحوال الـ disorientation للperson بيبقى last of all. اخر سلايد، في بعض الديليوجن بتشبه disorientation بنسميها delusions of misorientation. العيان يبقى موجود في الاسم feature of بيبقى عنده ايه؟ معتبر ان العنبر اللي محجوز فيه ده بريزون، يبقى بيرسون اون اوورد مي بليف هيمسيلف تو بي ان ذا بريزون، يبقى فاكر نفسه في السجن. اند ا فيزيتنج ريليتيف مي بي كونسيدر تو بي ان انتروجيتور فروم جستابو، وان الناس اللي بتزوره دول الناس المحققين والمدققين بتوع الجواسيس اللي هم تستبوا الألماني. لو العيان عندي فاكر ان المكان ده اللي هو العنبر ده السجن، ما هوش disorientation للبليس. ولو فاكر ان الناس اللي جايه له دي بيقول انها انهم الجماعة بتوع تستبوا، يبقى ده مش disorientation لإيه للبيرسون. ولكن لو قالها بهذا السيناريو بنقول عليه delusion of misorientation. يبقى في ظاهره ممكن نسمعها وممكن يكون حد من النواب سمعها وممكن بنسمعها من بعض المرضى، بس لما بندقق نلاقي ان الديليوجن انه فاكر ان المكان ده كذا، يبقى ما هوش disorientation للبليس، وان الزوار دول كذا كذا مش هم زوار، يبقى ده اسمه delusion of misorientation. كده ابقى خلصنا التوبيك بتاع الكونشسنس والطبق بتاع الاتنشن. انا مش عايز يعني اسقل، يعني اعتقد ان احنا كده معقولين عشان تبقى المعلومات معقوله، بحيث ان الجينيورز لما يرجعوا يقروها ما تاخدش معاهم وقت كتير ويلحقوا يستوعبوها. شكرا على الاتنشن، واذا كان في سؤال احنا كلنا موجودين نستوضحه مع بعضينا. مين بقى معايا؟ سيد يا باشمهندس. ايوه يا سيد. اشمعنى الديسورينتيشن يبقى للبيرسون في الاخر؟ الديسورينتيشن للبيرسون انا ما اعرفلهاش تفسير. انا بنلاحظها على طول بس انا مش فاهمها برضه. ايه؟ احنا بنشوفها فعلا بنفس الترتيب اللي حضرتك بتقوله ده، بس مش عارف ايه. وحتى الجمله نفسها ما تقدرش تقول للبيرسون الاول. يمكن بص هنتعال نحسبها، تعال نحسبها علشان لو احنا كده بنفكر فيها البيرسون ده في ذاكره عندك لا الاورينتيشن ده عامل زي الورك ميموري، بس خلينا في الغالب البيرسون دول انت بتتكلم على ناس ليهم ذاكره عندك، عشان كده الميموري ما بتبقاش ديستربت او مش ممكن تبقى الظاهره دي موجوده بدون امبيرمنت في الميموري، ولما الميموري بتاعت الاشخاص دي بتتاثر، لان التايم والبليس دول يعني دول حاجه يعني مش محتاجين زي ريسنج يعني. او مومنتري مثلا فلكن هي احنا شخصيا انت شخصيا ممكن تلاقي نفسك عندك مشكله في الوقت لو انت ما بصيتش للنتيجه، لو انت يومين ثلاثة كده ما كتبتش تواريخ في روشيت تماشي يا سيد، ما كتبتش مريض، تلاقي نفسك مش عارف اليوم. لكن الأشخاص بيبقى ليهم ذاكرة في الغالب، سبب ان البيرسون بيبقى آخر حاجة لأن ليهم ذاكرة عندك، في الغالب بيبقى كده التفسير. لو حد عنده أنا ما عنده تفسير للحكاية أراها ممكن يقول لنا. دكتور علاء. مين؟ دكتور علاء. مين؟ محمد يا دكتور علاء. ايوه يا باشا عبد الرحمن. ازيك حبيبي عامل ايه؟ شكرا جزيلا على المحاضره النيوروسايكاتري دي،
يعني محاضرة صعبة جدا، ويعني أنا من رأيي إن المحاضرة دي تتقال مرة واثنين وثلاثة. ما هو هو أنا ما مرضيتش أخد معاها حاجة ثانية. لا كده كويس. زي ما أنا ذكرت في الأول من صعوبة بعض الفينومينا المينتال فينومينز إن تعريف النورمال، يعني من الحاجات الصعبه قوي ان حتى احنا واحنا بنكتب تقرير لواحد يقول له قول لي ان انا نورمال، ما نعرفش نعرف النورمال. فمعظم المينتال فانكشنز او الديستربد مينتال فانكشنز لازم الاول نعرف النورمال، ففي صعوبه شديده تعريف النورمال علشان نعرف الاب نورمال، لدرجه ان احنا في بدايه المحاضره لما جينا اتكلمنا على الكونشسنس لقينا تعريف الكونشسنس بيبدو واضحا وجليا لما اعرف الانكونشسنس. يعني ففي حاجات من الظواهر النفسية بتتضح وتظهر لما أعرف الباثولوجي بتاعها. سبحان الله. هو النورمال والاب نورمال ده كان الدكتور رفعت محفوظ لما كان بيدينا محاضرات لو تفتكر كان حتى البيهيفير نفسه بتاع البيرسون يقول لك ما تقولش اب نورمال، ما تقولش اب نورمال نورمال بيهيفير، لان ما فيش ابنورمال بيهيفير. قال لك يعني لو لقيت واحد كيسنج واحده في الشارع في بره ده نورمال بيهيفير، لكن حسب ابنورمال ولكن حسب السيتويشن نفسها، حسب السيتويشن. فانا عندي اجابه للسؤال بتاع سيد وعنده كومنت وعندي سؤالين بعد اذنك. الاجابه بتاعت سيد التايم والبليس السنسيتيفيتي بتاعت التايم دايما هي اللي بتضيع بسرعه، اكتر حاجه الزمان هو بيضيع بسرعه وبعد كده البليس. الاورينتيشن للبيرسون لان انا دايما بخليه يحكم على الاورينتيشن البيرسون اللي قدامه، لكن مفيش تايم قدامه، مفيش بليس قدامه. هو انا بقول له انت دلوقتي الساعه كام او دخلت امتى المستشفى الساعه كام، حاجه مش متوقعه. البليس بقول له انت فين في الدور الكام، لكن البيرسون بقول له طب انا بشتغل ايه، يعني حاجه واضحه قدامه، ويعني كاني بتدرج من الشده في مثير للشدة. في ستيمولس موجود، في يعني في ستيمولس موجود وفي حاجه موجوده اوبجكتيف عن اوبجكتيف. الكومنت اللي انا عايز اقوله لسيادتك وريت تعمل ستريس عليه في التيتشنج وايفن الاكزام وايفن في التريننج اثناء الراوندات الاندر والبوست جرادويت للهاير منتال فانكشن. الهاير منتال فانكشن اعتقد ان لم يكن يخن الظن انها بدات تبلوست في السايكاتري وديمينجد في النيورو، يعني اعتقد حتى التيتشنج ليها في النيورو بقت تهمش، واعتقد انها لوست في السايكاتري. بنهتم بسم ايتمز للسايكاتري الديليوجن والبرسكيوشن الديليوجن والحاجات بتاعه السوتس والحاجات والمود والافكت والحاجات دي، وما بعلقش كتير وما بدرسش الكونشسنس كويس، ما بدرسش الاورينتيشن، ما بدرسش الحاجات دي، واعتقد انها بدات تهمش في النيورو. يعني ده ظني، ممكن يكون ظني خطأ، لكن ده الكومنت بتاعي. بس طب ما احنا برضو هبتدينا نتدارك هذا الكلام. من انا عارف يا بي انا عشان كده، لا انا بقول لك حتى في الاندر جرادويت في التيتشنج لازم طبعاً نتدارك طبعاً ونعمل استرس عليها. السؤال بتاعي او السؤالين بتوعي اللي هو الكونشسنس، هو طبعا تروح يمين تروح شمال، الكونشسنس الديفينيشن بتاعه زي ما قلت الاويرنس اوف سيلف اند سراوندينج. الاويرنس اوف سيلف اند سراوندينج مين اللي يحكمه؟ هو ده السؤال، يعني الاكزامينر ولا البيشنتس. طبعا من الكلام واضح من الكلام. هو لما جينا في تعريف الانكونشسنس، ما هي برضو خد بالك القصه في الباثولوجي، ان الانكونشسنس ليست بخبره يرجع العيان منها يقول وانا في الانكونشس، لا هي انر اكسبيرينس ولا اوتر اكسبيرينس ولا العيان يبقى اوير بيها. ففي الاخر خالص دي اوبزرفيشن من الاكزامينر حتى على مستوى البرو كونشسنس. البري كونشسنس اللي احنا قلناه في السايكاتري احنا خدنا زي ما الثلاثه اكسس اللي اتكلمنا عليهم ان العيان
كونشسنس وبينتهي بالكوما والديس ده الاورجانيك برين دي اوبزرفيشن من مين؟ من الاكزامينر. والسليب اللي بينتهي بالفيجلانس والعيان ينتهي بالسليب الالرتنس ده برضه من الاكزامينر. وحتى في السايكاتري برضه ده ما بيعملها الاكزامينر ما بيعملهاش العيان. انا بتكلم على الايرلي ستيج اوف انكونشسنس اللي طبعا الليت ستيج زي ما بتقول الاكزامينر هيبقى اوبجكت كلها لكن انا هقول لك على حاجه يا محمد. الايرلي ستيج احنا قلنا كلاودنج اوف كونشسنس. الكلاودنج اوف كونشسنس ده اللي هو وضوح الفكره او وضوح الاكشن بتاع العيان. هو سواء العيان اكسبريسنج والله الموضوع مش واضح في ذهني او انا وانا بسمعه شايف انه الكليرنس اوف ثينكينج بتاعه مش واضح يبقى عنده كلاودنس اوف كونشسنس. هي دي الحاجه الوحيده اللي فيها ميكس ما بين راي العيان ورأيي انا الشخصي الاوبزرفيشن بتاعي. لكن ما دون ذلك كله بيحكمه الاوبزرفيشن. حتى في السايكاتري المحتوى البري كونشسنس محتوى البري كونشسنس ما بيعرفوش العيان ده الاكزامينر هو اللي بيعمله وهو بيعمل سي بي تي. الكلاودنس والدراوزنس بالذات دول بيعتمدوا على اسئله انا بسالها للمريض. تمام ممكن الاسئله دي المريض يجاوبني عليها باجابه صحيحه، لكن ريتروجريد لما العيان ده يفوق يعني ممكن تكلمه تقول له ده انت في مرحله من المراحل انت قلت كذا وكذا وكنت واعي، يقول لك لا ده انا العيان مش كنت ما احنا اتفقنا مش هيحس بيها كومبليتلي يعني مش هيحس لان هو العيان ما عندوش ما هو الكلمه الجمله الاولانيه ما هياش انر اكسبيرينس. ما شفناش ما بنسمعش عن حد عيان يقول وانا في الانكونشسنس كنت حاسس وانا في الانكونشسنس كنت شايف ولا في الانكونشسنس كنت، لانها خبره ما يقدرش ما هياش عمرها ما تبقى سبجكتيف. مش هتبقى سبجكتيف ولا هتبقى انر اكسبيرينس الكونشسنس. انا فاهم حضرتك والرساله اللي انا عايز اوصلها الكلاودنس والدراوزنس ممكن يكون الكلاودنس بس رونج اسسمنت ايفن من الاكزامينر دي طبعا. هل انت اكسبت مي اكسبت مي اور نوت هو طبعا. ده اللي انا اقصده من اللفه دي كلها. بص بيه هو احنا خلينا برضو واقعيين جدا. الكلاودنس اوف كونشسنس ده ذا ليست امبيرمنت اوف كونشسنس اول طبعا. حاجه وابسط حاجه في الامبيرمنت اوف كونشسنس، ودي بتحتاج ان انا ابقى واعي انا كاكزامينر ابقى واعي جدا يعني مش يعني طبعا يعني انا هقول لك على حاجه. هو احنا دايما بنقول ايه ما لا تعرفه لا تدركه. يعني ايه؟ لو انا مش في دماغي ان الانفولنتري موفمنتس اللي بتحصل للعيان الابيليبسي دي ان دي قد تكون ابيليبتيك فيت، هقول ايه العيان بيتنطط على ايه؟ ايه التفتيت بتاعه ده؟ يبقى اذا ما كنتش حاطط كاكزامينر السيمتوم في دماغي وتوصيفها صحيح في دماغي في الغالب مش هقدر اتعرف عليها. يبقى يعني لازم يكون عندي باك جراوند لازم يبقى نولي. عارفها واقدر اوصفها عشان اكاتش الحاجات دي. انا لما وصفت المره اللي فاتت شويه ديستربنس اوف بيرسبشن يمكن حد قال كومنت، سيد قال لي كومنت بس ما قالهوش في الميتنج، قال الحاجات دي كلها وانا قلت قال بنشوفها ممكن اشوفها امتى؟ ايذر ان انا اشوفها في الايرلي ستيج اوف سايكوزيس او بعد ما العيان يخلص الاجريشن بتاعه. للاسف الشديد انا قلت في المره اللي فاتت ان في معظم الاحوال بعض هذه الاعراض احنا لا ندركها لسبب ان احنا لا نرى المريض الا في 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 ايمرجنسي. يعني هتقولي عيان سكيزوفرينيا يجي بالامبيرمنت اوف ديس اوردر اوف بيرسبشن اللي احنا قلناها المره اللي فاتت وجاي يشتكي منها ها؟ لا هو مش هو في معظم الاحوال هو ما بيجيش بالمنظر ده. هو في معظم الاحوال بيجي متكتف علشان الاجريشن، بيجي متكتف مشكله عنده علشان الهالوسينيشنز عاليه، عشان سوسايد، علشان هوموسايد، علشان الديستربد فانكشنز الرهيبه جدا. لكن الاعراض اللي احنا بنوصفها وانا متاكد ان احنا كلنا بنشوفها دي كلها معظمها بيبقى في الايرلي ستيج او حتى
بعد ما بقى يعني الاعراض الشديده جدا الاجريشن والهوجه اللي بيجي بها العيان دي ما تخف شويه لو انا بس بطول بالي شويه وبقعد اسمع العيان ابص الاقي بقى العيان بيقول لي كل الظواهر المرضيه اللي تخليني اشخصه سكيزوفرينيا وانا مرتاح. فالفكره في ايه؟ الفكره انت بتشوف العيان امتى وبتطول بالك وتسمع له امتى؟ بعد ما العيان كان هايج وخرب الدنيا ودخل المستشفى وخد اي سي تي ويجي لك الحمد لله الاجريشن والحاجه اللي كان عاملها دي هديت. لا انت بيبقى عندك بقى لو انت بقى عايز تستمتع بقى وانك تسمع العيان وتسمع السيمتوماتولوجي انت بتقول الحمد لله واهله بيقولوا لك الحمد لله، لكن بقى لو قعدت مع العيان وقعدت تتالف فيه هتلاقي السيمتوماتولوجي اللي احنا قلنا عليه ده اللي بنقول بنشوفه فين؟ ايزر انك تشوفه بعد ما هوجه الاجريشن تخف او في البرودرومال ستيج بقى العيان وهو السايكوتيك بروسيس بتمشي نلاقي في النص تظهر الاعراض دي اللي تخليني ممكن اشخص العيان ده ايرلي وممكن العيان ده يبقى مس دايجنوزد ان هو مود ديس اوردر وهو داخل في سايكوزيس. ممكن العيان نشخصه انكزايتي وهو اصلا السينكم بيرسبشن بتاعه ماشي مع سايكوزيس. فعشان كده ما نستهنش باهل المريض اللي بيجيبوا العيان ايرلي وبيشتكوا من ظواهر هم مؤكد شايفين انها مختلفه. عشان برضو ناخد ناكد على كلمه الدكتور محمد اللي قالها من شويه تشينج ان بريفيوس behavior or thinking بتاع العيان. اهم حاجة ان يبقى في تغير يلاحظوا اهل المريض عما سبق من المريض. عشان كده المعايير بتاعت النورمال والنورمال فينومينا بنجد صعوبة في تعريفها. يعني انا كنت مرة في امتحان البطنة فدكتور محمود العاشري بيسأل حد من الكانديديت عندنا فبيقول له ديسنيا او الايفورت انه هو قلل الايفورت بتاعه. يعني قلل الايفورت بتاعه قال له لازم يبقى تغيير عما سبق منه لان انا ممكن اقدر امشي اطلع 9 ادوار وما يحصلليش اي مشكله. المريض اللي انت بتتكلم عليه هو كان بيقدر يطلع 9 ادوار قبل كده يبقى تغيير عما سبق. ناخد بالنا تغيير عما سبق هو ده اللي بيلاحظه الاهل لو هم intelligent enough وبيكاتش الابنورماليتي بدري في الغالب انا هعرف اشخص العيان early واقدر انقذه بدري. لكن طبعا اهل المريض لا بيجي يوصفوا الظواهر الغير عاديه من المريض ولا انا ابقى attentive ليها في الفحص بتاعي. ممكن العيان يبقى جاي في البرودروما وانا ما شخصوش وبعد شويه بعد سنه بعد 6 شهور يقول العيان ده انت شفته السنه اللي فاتت وقلت لنا يعني حاجات بسيطه وما كتبتلوش حاجه او كتبت له حاجه بسيطه قعد النهارده خد اتفرج عليه خرب الدنيا لان انا ما عملتش كاتشنج للماينور سيمتومز اللي حصلت للعيان. فالاعراض دي في بعضها كتير جدا 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 ما بنشوفوش لسبب ان انا ما بشوفش العيان غير وهو اجريسيف جدا والهوجه بتاعت الاجريشن دي بتغطي على الحاجات التانية والعيان ممكن يبقى يضيع منه في السكه. فناخد بالنا ان كتير قوي من الاعراض دي معلش يا دكتور يبقى. ايوه دكتور محمد معلش يا دكتور علاء عندي سؤال تاني بعد اذنك. الاورجانيك كلاودنس اوف كونشسنس What is the difference between organic cloudiness of consciousness and sometimes dissociation in some psychiatric disease زي depression and early schizophrenia؟ العيان بيبقى دايما يقول لك سرحان بالمعنى البلدي العيان سرحان. بص يا باشا ايه اللي انا اقدر اقول انت عارف بعض types of tumor ممكن تيجي اللي احنا بنسميها ساعات ما بنقولهاش كلاودنس اوف كونشسنس انكريز انتراكرينيال بريشر كوجنيتيف امبيرمنت او لاك اوف كونسنتريشن. بص حضرتك ايه وهو والسايكوجينيك اللي هو او السايكاتريك ديزيز زي الديسوشيشن واحد سرحان عنده ديبريشن مكتئب في مشكله معاه واخد مخليها سارح على طول او في الايرلي سكيزوفرينيا بيبقى ما بداش يدخل في فلايتنس اوف ايديا ما بداش يدخل في سوري ديليوجن واضح احنا بنقول ايه بص بص يا دكتور محمد انا لما جيت اتكلم في اول محاضره قلت انا مش هقعد الديسكريبتيف سايكوباثولوجي ده ممكن يبقى سو ايزي جدا في الشغل بتاعه
وصف كوزس، وصف كوزس، ونقعد ندش نسمع واحد اتنين. لكن انا اهتميت قوي بوصف الظاهره لسبب ان انا في السيكاتري ما عنديش حاجه اسمها باسوجنومينيك فيتشرز اوف ديزيز. يعني ما عنديش مثلا عرض في السيكاتري اقول والله العظيم هذا العرض يدل على هذا المرض، ما عندناش الكلام ده. الحاجه الثانيه ان احنا في معظم الاحوال حاجتين بيحصلوا مننا، انك هذا العرض ما بيبقاش لوحده، يعني في سواء على مستوى الاورجانيك او على مستوى السايكوجينيك، انت بتتكلم على عرض ممكن يبقى معاه 15 عرض تاني، 2 3 عرض تاني. يبقى في الاول على مستوى الهيستوري بيبقى مصاحب ليه اعراض اخرى بتاخد بايدي على الناحيه دي او على الناحيه دي. ثالث حاجه بقى ايه تاني؟ احنا لا ننسى، وممكن بعد اذن حضرتك ممكن يجيني في الاول ايرلي وان، ما انت ممكن يجي لي وان سيمتومز في الاول. وان سيمتومز، بص وان سيمتومز، خلينا ان وان سيمتوم دي من الصعب جدا ان العيان يجي لك بوان سيمتوم. وانا هقول لحضرتك على حاجه، احنا لازم نفحص نيورولوجيكال اكزامينشن، ما فيهاش مناقشه. يبقى جود هيستوري تيكينج، يبقى جود هيستوري تيكينج مهم جدا، صح كده. ان العيان واخد حاجه فجاه حصل له، طلع بره وخد ورجع لنا بالمنظر ده، معروف عنه انه بياخد سبستانس، لان الحاله دي في الاول خالص اول سبب انتوكسيكيشن او دراج اندوز. يبقى لازم جود هيستوري تيك. الحاجه الثانيه ايه بقى؟ جود نيورولوجيكال اكزامينشن. يعني انا مش معقوله يعني ان انا مثلا لما اقول فنترال بونز بيبقى اسوشيت في احد اسباب الظواهر دي، مش معقوله بقى مش هلاقي في اعراض اخرى من كرينيال نيرفز، مش عارف من مشاكل تانية في الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، يعني لازم هلاقي اعراض اخرى. يبقى دي اللي انا اقصد نعمل ستريس عليها في الاكزامينيشن. طبعا جود هيستوري تيكينج. أنا إحنا ليه بنقول السايت أوف ليجن مع الظاهرة بتاعت المنتال فانكشن؟ لازم السايت أوف ليجن دي يبقى معاها أسوشيتد سيمتومز أخرى. ما ينفعش إن أنا أقول إن أنا عندي بيزل جانجليونيك ليجن عمل لي كذا أو فرونتال لوب ليجن عمل لي كذا وما لاقيش أعراض أخرى، والإكزامينيشن ما لاقيش الأعراض الأخرى اللي تدل على هذا اللوكاليزيشن. في الهيستوري تيكينج مهم جدا. إحنا لو انا خدت جود هيستوري موست بروبابلي ممكن ما احتاجش ان انا اعمل بعض زمان هم زمان كانوا بيشخصوا، كان كل العيانين اللي بيجي يقول بيم يروحوا عاملين له ام ار اي وسي تي. لا طبعا الكلام ده ما كانش موجود زمان، كانوا بيقدروا يوصلوا للفوكال سايت اوف ذا ليجن، النيتشر اوف ذا ليجن بالكلينيكال اكزامينشن والهيستوري تيكينج. فاحنا من الحاجات اللي مهمه جدا الهيستوري تيكينج. ما عنديش مونو سيمتوماتيك، ما عنديش حاجه اسمها العيان يجي بوان سيمتومز. حتى لو العيان جاب وان سيمتومز انا بعمل ايه؟ انت لو بتسال عيان يقول لك اديله ثلاث ايام مش عارف العرض ده بس موجود عنده، انا مباشره بروح قايل للعيان انا العرض ده لو كان عندي انا مش هروح اكشف. يقول لي لا يا بيه ده في كذا وكذا وكذا. يعني لازم انت تستفز اهل العيان وتستفزهم عشان يبقوا كوبراتيف معاك. هو جاي يرمي لك عرض وعايزك تحل المعضله اللي هو ما فيش حد ابدا هيروح يشتكي للدكتور من مونوسيمتوماتكس، لازم الاقي فيه اعراض اخرى حتى لو اهل العيان ما 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 قالوهاش. عشان كده احنا ساعة ما ابتدينا المحاضرات ابتدينا بايه؟ skills needed for psychiatric practice. يعني اللي هيمارس مهنة الطب النفسي او النيورولوجي لازم تبقى عنده مهارات الانترفيو والبروبينج، وازاي يعمل بروسيسنج علشان يعرف السيمتوماتولوجي بتاع العيان، وازاي دايدنج الانترفيو علشان يقدر يوصل للاعراض، ازاي يعمل جاذرنج للانفورميشن وهكذا. فيبقى مهاره الهيستوري تيكنج مهم جدا 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 جدا، والكلينيكال اكزامينشن ان انا ابحث على كل الباثولوجيكال مانيفستيشنز اللي تدل على ان العرض ده في البيزل جانجليا، العرض ده في الفرونتال لوب، العرض ده الليجن بتاعه موجود في البرين ستيم. لازم ابقى عارف برين ستيم هيجي بايه بالاضافه الى العرض اللي قدامي، هدور عليهم والله لقيتهم يبقى انا عندي ليجن في البرين ستيم. الفرونتال لوب بيجي باعراض اخرى زائد العرض اللي اهل المريض جايين بيه، يبقى هعرف الاعراض دي واكمل الصوره، يبقى هقدر اوصل ازيت اورجانيك اور ازيت سايكوجينيك. انما مفيش حاجه اسمها هذا العرض يبقى سايكوجينيك بمجرد ان انا سمعته، لا اطلاقا اطلاقا. لازم اخد هيستوري تيكينج كويس، وعلشان كده اسمه نيورو ساينس. نيورو ساينس لما يحصل امبيرمنت للبرين على مستوى الاورجانيك هيحصل نيورولوجيكال مانيفستيشن، لما يحصل
impairment للبرين على مستوى الفانكشنز هيحصل psychiatric disorder. يعني ما ينفعش ان انا اقول ان ده psychiatric disorder من غير ما يبقى في impairment للفانكشن بتاعت البرين، وما ينفعش ان انا اقول ده مش نيورو طالما في impairment للstructure of the brain. شكرا دكتور محمد. تسلم يا باشا، كتر خيرك. شكرا دكتور محمد. شكرا. شكرا دكتور مينا، وهنستمر ان شاء الله الاسبوع الجاي لو ما حدش عنده اعتراض او ما حدش عايز يشتغل السبت الجاي. انا ان شاء الله هبدا السبت الجاي في استكمال باقي الديسكريبتيف سايكوباثولوجي. واحنا انا بصراحه يعني يعني الوضع اللي احنا فيه على الرغم من انه بنعمل فيرتشوال ليكتشرز، بس انا شايف ان احنا قدرنا نحول هذا النيجاتيف سيتويشن الى هايلي بوزيتيف سيتويشن. شكرا دكتور مينا، والتاني وتالت ورابع نشكر ايفا على السبورت والبرسيستنت في السبورت. يعني ممكن الواحد يعمل سبورت اسبوع اسبوعين، لكن على الاستمرار في السبورت والمواظبة عليه كتر خيركم، متشكرين جدا. الاتنديز انا يعني برضو بشكرهم على صبرهم وجودهم مع حضراتكم. الله يخليك يا مينا. والاتنديز برضو انا بشكرهم. يا ريت كلمه للاتنديز النبي يا دكتور علاء. احنا احنا المحاضرات دي ما انا معاك يا دكتور محمد، المحاضرات جزء جزء من التيتشنج. احنا ما بنعملش المحاضرات دي عشان انا والدكتور محمد والدكتور حسام والدكتور خالد نتناقش مع بعض، احنا بنتناقش مع بعض علشان المعلومه تتضح في ذهنكم، وعلشان ده فايدتكم سواء على المستوى انكم تبقوا جود كلينيشن، جود نيورولوجيست، جود سايكاتريست، ولكن على مستوى ده دورنا ان احنا هنحاسبكم على هذا التعلم اللي احنا وفرناه لكم. مش علشان الامانه تقتضي ان انا اعلمك كويس عشان تقدر تبقى تحمل الامانه وتعالج المرضى كويسين. من الدين انك تعلم المهارات اللي تمكنك من اداء مهمتك، او الامانه اللي انت هتتحملها تجاه المريض انك تتعلم ازاي تتعالجه وازاي تحتفظ. القصه الثانيه ان دي جزء من التيتشنج، فبالتالي هتبقى جزء من الاكزامينيشن، هتبقى جزء من الاختبارات، جزء من الحاجات اللي انا هسالك فيها. فلو سمحت اللي موجود في الميتنج يبقى ينبه على زمايله ان المحاضرات دي سواء نيورولوجي سواء سايكاتري سواء ايا كان المحاضره اللي بتتقال هي جزء من عمليه التيتشنج، فلو سمحتوا هتبقوا ريسبونسبل عنها حتى لو ما حضرهاش. شكرا دكتور محمد. شكرا.